احبه المشاهدين انا برحب بكم في برنامج ساعه القرار حنواصل حديثنا وتسلسلنا عن حياه الاسقف المساعد مطران حسن جيمس آه نحن سعيدين ايضا مطران بحضورك آه معنا فاهلا وسهلا بك اهلا في حلقه ماضيه كنا بنتكلم عن حياتك البداية منما انت اتولدت والبيت والنشأة والمحلات اللي انت فوقو واخوانك استوقفني آه واحد من اسماء اخواتك اللي هو تريزا مع انه كل الاسماء اسماء تقريبا عربية اسلامية الا اخت واحد تريزا من وين جاءت اسم تريزا آه، تريزا ده البنت الوراي اوكي okay. وهي اسمه عنده اسمين الاسم الاول كان اسمه كبشة بيت المدير مسمينه على كبيشة بيت خالي اه ابو قدمشين لكن يسمى تريزا ده جا بقى الاسم الرئيسي لها وده عنده قصه طويل جدا ونحن هنحكي وهنوضح اكثر عن اسمها تريزا لانها هي في حياتها هسه من اللي بيحب الرب كثير و انا فخور اكون عندي اخت زي كده وبيخدم الرب بكل افتخار و... امين مم. وده اسم بتاعة العائله هسه دلوقتي ال لأن نحن زمان لما نستخدم الأسماء كان ما عندنا سجلات رسمي لكن هي لما جات الإيمان بقت تريزا وتريزا ده استمرت عليها لحد حسا وفي كل مستنداتها ده الإسم الرسمي لها يعني ده الإسم بعد الإيمان ده الإسم بعد الإيمان أوكي yeah. دا لأنه ده كان لفت نظر yeah. uh, مهم أنه نحن نعرف نادر أنه في أسرة مسلمة انه تلقى اسماء آه ممكن مع انه نحن في جبال النوبة ما عندنا مشكلة يعني yeah. في موضوع بتاعت الاسماء. طيب مطران آه السؤال لسه بيمشي في مواضيع اللي عنده علاقة بالتربية البداية في 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 بيتكم آه ما ذكرت اي حاجة عن المدرسة مع انه أنتوا اخوات كتار هل ابوك كان عنده اهتمام بالتعليم؟ ولا ابوه كان ما عنده اهتمام بالتعليم بقدر ما هو كان بيهتم انه يربيكم تربيه اللي عنده علاقه بالفروسيه وانتم تكون تشيلوا اسمه وهو بيكون فخور جدا لما انتم تكونوا فراس بالذات الاولاد يعني هو تقريبا ابوي ما كان عنده ادنى فكره بالتعليم ولا حابش ان احنا نمشي المدارس لان اخوه ابراهيم هو كان مشى هو معاق شوية ودول المدرسة لكن في المدرسة ما حصل أي تغيير له لا قدر يتعلم ولا قدر يمشي قدام فرجع وعاش معاهم بس ويهتموا بالرعية بتاعت البقر والغنم فهو هنا ما عنده فكرة إن ولا علي يمشي المدرسة ولا أنا أمشي خالص حتى البنات ما في زول عنده يعني هو ما فكر فينا بالمدرسه خالص. هل هو الحاجه الوحيده اللي فكر فوقه لو عايزين نتعلم نتعلم حاجه روحي يعني مثلا الخلوه وعملتها فوقه فتره بسيطه خليته لان احنا ذاته رحلنا من المنطقه ذاك وخلاص هو يفتكر كده انا اخذت بدايه كفايه. هل هو ما هو هل هو هو ما عايز فعلا انه انتو تخشوا مدارس؟ ولا هو اصلا آه يعني يعني قاصد انه رافض فكره التعليم ده نهائي اصلا ولا هو بس هو عدم ما مم... ما مبالي يعني بالموضوع لان الحاجه اللي خلانا نعرف كذا هو لو كان عنده فكره بتاع مدرسه ممكن كان مره يكلمنا عن المدرسه لكن ما حصل ما حصل سمعت عنه يتكلم معي عن الموضوع بتاع المدرسه خالص خالص ما قال لي أمشي المدرسة أو أمشي أقرأ أو خالص يعني أكثر حاجة كيف تبقى زول قوي وكيف تقدر تكون عندك مال وكيف تقدر تكون زول كده فارس وعشان كده لو لاحظت عندي أخي علي كان برا بقر بتاعنا بقر الأسرة فأنا لما وصلت كبرت شوية طوالي مشيت أرى للناس أجير عشان أجيب بقر إضافي م. فالموضوع ما موضوع عشان لو كان هو كان أي زن أمشي المدرسة كان ده فرصة وكان حتى في أولاد في غرياتنا بيمشوا المدارس فكرة فكرة بتاعت أنه إنك أنت تمشي يعني يعني تتأجر وتسرح ببقر بتاع شخص آخر على أساس أنه في نهاية السنة تأخذ عجل مثلا م. هل الحاجة ده كان فقط عشان زياده بتاعت بقر ولا هو الهدف الاساسي انه يعلمك انه انك انت تعتمد على نفسك مع انه انت مشيت انت صغير خالص يعني. آه ده 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 مرحله مهم جدا عشان انت تمشي تسرح لزول ده بيخلق فيك روح بتاعت ان انت ابتديت تعمل في مالك وانت صغير لان البقره اللي انت بتسرح به ده بقرك. <applause> ما في زول بيتصرف فوقه الا باذن منك، حتى انت صغير لو في مثلا مجاعه او اي مشكله عايزين يبيعوا من بقر بتاعتك بياخذوا اذن منك، فده بيخلق فيك رهبه ان انت والصغير قدرت تعمل مال. وده بيخليك تكون عندك ثقة أكبر لما تكبر ممكن تعمل مال أكثر وأكثر لأن أنت أصلا بدأت في الطفولة أسست وأكيد أنت بتقدر تكون إنسان بيعتمد على نفسه وبيقدر بيساعد الآخرين أنا أعرف أنه الـ يبدو لأنه في الأسرة كان الاهتمام بالولد أكثر من الاهتمام بالبنت في رأيك يعني شنو كان السبب ولا كان الاهتمام واحد لا م. اختلاف كبير خالص آه البيت عندنا م. بيقعد في البيت ويشتغل لناس البيت او يتربى في البيت لحد ما يوصل السن بتاعته يمشي بيت كده خلاص م. ولما نمشي بيت راجله ما عنده غير سخلة واحدة بيدو لها سخلة طبعا ده غنمية صغيرة بيقوم بيدو لها عشان ولو راجله ما كويس بيمشي طوال بيشيل الصغلة ده بيبيعه عشان لو صغلة اتكاثرت المرأة ما هيقول إن ده جاب بمال من بيت نسابوه فعشان كده ببساطة جدا الراجل طوال بيشيل الصغلة ده بيبيعه عشان المرأة ده يعرف نفسها إن هي جات بس بإعدادها البسيطة دي وقاعدة والمال اللي بيعملوه مع بعض بيكون ده مال بيت الراجل فالبنية ال ما عندها أحق أو ما عنده حقوق م. زي الولد الولد عنده حقوق كثير جدا لأن هو بيكون شريك في صنع الثروة بتاعة البيت ولما يكون فارس قاعد بيداوس الناس كلهم بيلتف حوله يعني بيطبخ له بيأكله وبيدافع عنه لما نمشي كل العيلة بيقوم يعني بيكون ده مركز بتاعة العيلة فالبيت لا خالص بيت ما عندها حاجه زي كده حتى لو هي شنو ما عندها حاجه زي كده البيت بس بيجهزوها عشان يمشي بيتها. من ده. ما هي صغيره بيجهزوها على بيجهزو اساس ما على ما, إيه ما عندها عنده اي ما عندها اي حاجه ممكن ده الثقافه اللي كانت إيه. سائده يعني ده الثقافه اللي, إيه. اللي سائده وبعدين كمان هم يعني البيت وظيفتها أن تخدم اخوانها يعني بالظبط حتى ولو اخوان يعني صغار في سن و يعني في في حاجات ممكن في المجتمعات ده انا شفته ممكن امور ده تغير اكيد في الوقت الحالي المجتمعات دي او ما بتدي احترام كبير للبيت بقدر ما انه الولد هو السيد في المجتمع ده بكل تاكيد عندنا في المجتمع بتاعتنا الولد قيمته مختلف من البيت لان الولد ده اللي هيشيل اسم البيت وده اللي هيرث البيت وده اللي هيكون مسؤول من البيت حتى لو هو الصغير كلامه بيمشي على البنات الكبار والبيت هي الشغالة من اجل احتياجات بتاعة الناس تطحن تمشي تجيب موية تمشي كله يمشي يجيب الحطب وتسحن السمسم وتعمل اي حاجة وكل البيت كل الشغل ده عليها هي هي بتخدم الناس ما ما عندها ما عندها حاجه، لكن الولد هو اللي بياكلوه واللي واللي بيخلوه هو بيكون ده السيد اللي يقدر من خلاله كل القبيلة تجيف حوله لأنه هو ده القايد طيب ما ممكن يكون ده لأنه كمان الولد عنده الدورة الثانية الدورة الخارجي ممكن بيهتم بالحيوان بيهتم بالحاجات دي والأمور دي كله بيكون قاعد برا بيكون بيزقي البقر بيسرح بالبقر بيعمل وبيعمل وممكن ربما التوزيعات بيكون كده يعني يعني مش بالضرورة أنه نقول أنه البنت ما عندها دور يعني ما عندها الوضع الاجتماعي اللي هنا ما هنا هنا بنسبة عشان تغارن الولد والبيت م. البيت بتقوم بالدور الخدمي م. يخدم الناس أما الولد بيقوم بالدور الإشرافي والمسؤول يعني بعد أبوه هو طوالي عنده كلام بتاعه الأخير يعني أنا لاحظت حاجات بسيط بنسبة حاجات ألفت انتباهي الشديد خلاص مثلا بنات لو جايين كميه بتاع بنات هم ماشيين يجيبوا المويه ولد ولد بس يشيل صوت صغير كده يقدر في الشارع طبعا عندنا شوارعنا الصغير درب صغير زي كده طريق ياخد الصوت ده في الشارع بنات ده ممكن يقيلوا هنا النهار كله ما بيقطعوا الصوت ده عشان ولد وده و... ده كان احترام اللي موجود طبعا احترام م. هنا ادى مكان لل... لل... للذكوره بشكل كبير جدا وده البنات بيربوهم على هذا على الأساس إن لازم يحترموا ويخضعوا للراجل يعني الثقافة اللي موجود آه والعادات اللي موجودة إنه يعني ال... ال... ده لازم يكون موجود يعني دي دي ده لازم يكون موجود هل ده بي... بي... بيخلي إنه نحن نقول إنه المرأة إنه أول بنية في الوضع بتاعنا المجتمع بتاعنا اللي انت عشت فيه هو وضع ما البنت في البيئه زي ده ما بتقدر تخلق فيها مثلا مره قائده والروح ذات القياده هنا بتموت عند المره لان هي بس تابع وما فيه مساحه يعني حتى لو وديتها مدرسه قرد برضه هي حتجي تمشي ورا الراجل مم. مم. حتى لو راجل ما جرد. فالمشكله هنا ده ما بيخلقوا يعني ما ما بيحسسوا البنت ان هي مساوي للولد ممكن يخدم بيته زي الولد مم. دائما بيحسسوها ان هي اقل فهي قيم اجتماعيه كويس فيها احترام وكذا لكن لما ال الانسان يعني آه. يعيش على ان هي ادنى من ده فكره ما كويس نعم ده انا برجع لك موضوع انت ذكرته في حلقه سابقه ان الصوفيه بتاعت ابوك ان ابوك هو صوفي أه. فهو بيهتم بالامور اللي عنده علاقه بالفقراء عنده علاقه بالكتابه عنده علاقه بالمحايا عنده علاقه بالامور دي كله هل آه لبست الحاجات دي قبل كده ابوك عمل لك الحاجات دي وانت وانت صغير. حجاب م. لبسني اليوم. لا على اي اساس؟ على انه هو ده حمايه. حمايه منشوره. عشان يحميني م. من العين ويحميني من العين ده يعني هم بيعتبروا اي شر داير يجيك يحميني م. وبعدين في حاجه بيقول لك برضو يحميك عشان لو حتى جاء الزول زعلان. لما يقابلك ما بيكون زعلان م. ف يعني بيقول له البرده يبرد الناس يعني ما, ما ف حاجات ده هو عمله وبعدين عمل بيعمل ترافي في راسك من القبه بيعتبر ده برضه حمايه ونفس الوقت بيشربك المويه المكتوبه على ده وحاجه ده قاعد يستخدمه بطريقه صعبه قوي بيشرب مويه ممكن يكتبوا له محي باقة كامل باغه الكبيره آه. تلقاه بيشرب م. فهو عنده ايمان ان ده الحاجات اللي بيحميه وعنده الايمان ان ده الحاجات في ان ده حاجات مش م. يعني م. آه. وده ده, ده الايمان بيتهو في نعم. الحاجات ده طيب وانت وانت صغير وانت وانت طبعا قاعد تشوفه وقاعد يشرب الحاجات ديل، هل هو عمل لك حاجات ديل انه يا ولدي ديل الحاجات دي انت تشربهم لانه بيعمل لك حمايه واحد واثنين وثلاثه وهل استخدمت الحاجات ديل شربته؟ هو هو في الطفوله طبعا حقيقه آه انا استخدمت معهم شويه حاجات لما انا كنت لسه صغير آه لحد ما جاء الحرب آه لما جاء الحرب برضو هم بيستخدموا الحاجات دي عشان يحميك من الطلق والحاجات ده ف لكن انا يعني ما موجود معه في البيت كل الوقت مم. عشان الحظ بتاعي في ده بقى ضعيف انا موجود مع زول تاني مم. جاي درع بهايم للناس سنين. فانا ما عندي وجود اكبر معاه والوجود الاكبر كنت راعي راي. وكنت عند الناس سنين. فلكن الناس اللي قاعدين معاهم في البيت كلهم, كلهم بيشربوا يشربوا ده كان ويجباري. يلزمهم آه يعني يلزمهم يعني يعني يلزم يعني ده يعني من امي لاخواتي كلهم يعمل لهم الحاجه ده انا ضرب بالبيت. اخوك الكبير اخي آه علي طبعا هو ده آه من هو من الحاجات الصعبه جدا يعني انت ما حظيت انه انت لا تشرب <applause> من الحاجه لكن انت لبست ال لبست ال ما استمريت فوق كثير آه بيزاد بزاد الحجاب لان ما ما كان هو بيحاول دائما بيخلق فيني ثقه اكثر ان الحاجات ده بمهدني بعدين واكثر حاجه ركز علي فوق تقريبا موضوع بتاعت نركز على الجزئيه أردد بلساني عشان ده بيحميني اكثر مما يكون في في كتاب طيب يعني. الكتاب ده كان بيتم بالشكل يتشكل مثلا هل في زول بيجي بيكون موجود معكم في البيت يكتب ولا هو بيمشي في مكان معين يعمل الحاجات ديل ولا يعني الحاجه انا عايز انا عايزك تتكلم شويه عن الحاجات اللي انتم شفتوا معنا الحاجه ده الحاجه ده كان بيحصل كيف؟ في الفقراء والفقراء دي الناس حافظين القران بيجوا بيكتبوا على الواح بكون قاعدين معاكم في البيت يجوا نازلين عندنا في البيت بيدبح لهم وبيكرموهم وبيقوم بيكتبوا وبيغسلوا اللغه ده من المويه الكتابوده يعني الحبر الكتابوده الحبرة ده بيكتبوا نصوص م. من القرآن م. على اللغه ده وبعد ده يقوم يغسلوا اللغه المكتوب النصوص ده يغسلوا يحولوه لمويه م. والمويه ده بيقوموا بيشربوه كأنه هو شرب نسخة من القرآن الكريم فده ده دل هو دل هو من اللي هو ده اللي هما الطريقة اللي بعمله وبعدين وفي منه بيكتبوه على الورقة ويشيلوا الورقه ده يطبقوه يخيطوها بالجلد يقوم يلبسوا هو شايل نسخه اللي م. بيحميه م. وفي بيلبسوا في الرقبه في بيلبسوا في اليد في بيلبسوا في حقوين وبيتلبس في اي مكان آه، وفي ناس ثانيين بيستخدموا في اللي بيستخدموا المويه ده هو من الفقراء وفي الـ 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 الامبرورو مه. بيستخدموا الشجر اكثر حاجه أروق يعني أروك. بيستخدموا الوروق ده عشان يقدر برضه بيمشي في نفس الطريقه فده ده الطبيعه اللي انا شفته قدام ابويا اللي يعمل حاجات ده وبعدين لما موضوع بيت التراب اللي انا كلمته فوقه ده ده بيمشي المقابر بتاعت الشيوخ لما نمشي القبه يعني الشيخ مات يدفن هناك ويمشي القبه هناك بيقدموا ذبيحه وبياخذوا من التراب ده بيجيبوا معاه <applause> كانه هو جايب جبت تراب ده معه هنا وبيقوم بيخلطوا الصباح بمويه بيعملوا على البهايم وعلى عياله ان نحن بيكون محميين في اوكي القبة ديل مع انه نحن ما عندنا ما عندنا في في المناطق اللي انت كنت وين عندنا في الجوغان اوكي عندنا في القبه منطقه اسمها القبه جنب جنب ماكين اوكي ده قبه كبيره جدا وانت لو مشيت تلقى كرعين البهايم ده كله مربوط في الاشجار والقبه ده بيكون قاعد عندكم عندك فك... فكره عنه ده منو ما قالوا لكم عنه لا القبه بتمنو لا بيقولوا قبه بس ده القبه القبه ده يلا انت بتمشي عشان تاخذ منه بركه بتذبح وتعمل كرامه هناك وتشيل الظلف بتاعت الكوارب بتاعت البهيمه ده تربطه في الشجره كل الاشجار اللي حول القبه ده بيكون مربوط انت بتمشي تلقى فيه كرهين كثير من ده انا انا عشان الناس ياخذوا بركه من هنا اوكي انا ما حظيت بانه ازور المنطقه ده لكن ده ده واحد من الحاجات ده انا بستق... يعني ده اول مره اسمع 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 عن المنطقه ده طيب الضمير بتاعت بتاعت الجو اللي انت عشت فيه ده هل انت كنت بتشعر بانه في فعلا حمايه ولا ده بيدي شعور بانه اوكي انا محمي يعني بيديك شعور انه اوكي الحاجه ده وانا خلاص بقيت بقيت محمي. الحاجه ده بيدي الصيغة بتاعت الحمايه عشان ده ابوك وانت قمت لقيته هو كل حاجه بالنسبه لك واللي ده ما بتقدر تشك فيه انت بتثق فوقه لانه هو عمل حاجه ده لك وانت ابنه يلا الثقه ده انت بتمشي وراه يعني مثلا لما انا كنت ما بخاف ممكن يرسلوني من البطح امشي في في مثلا امشي نارلي امشي نارلي هناك وامشي واجي راجع بالليل وانا براي وكنت ولد صغير غير الحرب اول فرار بتاعت فرار بتاعي ده ما في حاجه اجي انزل محل مظلم اكرر نفس التعويذه التعويذه اعوذ <applause> بالله وخلاص انا مهمي ودي الطريقه اللي انا نشات بيها وكنت فخور يعني ان انا ماشي باتجاه الصح و قاعد اعمل حاجات اللي, اللي بيليق بالعائله بتاعتنا وما قاعد ما قاعد اغزي العائله يعني وحتى الوالد كان فخور بيا يعني لما نشوفه كده يقول لا ده انا حاسس مره حتى اخوي الاكبر مني من المفترض اخوي الاكبر مني هو يحميني فبالعكس انا كنت قاعد احميه ليه كان الشعور ده انه انت اخذت مكانه؟ هل الاهتمام بتاعت لانه انا حسيت انه ابوه كان بيهتم بيك بيهتم اهتمام ممكن زايد شويه انه بيعدك وبيجهزك لامر ما انا ما 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 قادر كان استوعب انه وانا صغير انه بعتقد انه ابوه كان بيعدك لامر ما. هل ابوه قاعد معك مره انه يا ولدي انا دايرك انه تكون واحد اثنين ثلاثه؟ هو بيتمنى لي ان انا اكون افضل واكون احسن حتى لما يحكي لي انا الفروسيه بيبدا لي بنفسه يقول لي ما انا ما ما قاعد اخاف من زول والثقة ده بدت بيبدا من علاقتك مع الرعية يعني لما ترى البهايم أول حاجة أنا ما ممكن أودر البهايم أوكي بقر قاعد أراهم ما بودرهم أنا راعي سنة ينتهي الدنيا حقي كامل ما في خسارة بسبب اللي صاحب المال مم. لكن اخوي عنده عنده يعني يقوم كل مرة نحن بيحكموا أبويا عشان يدفع <applause> خسائر مم. لانك قاعد تضيع البقر ياكل حق ناس وبطريقة ده البهايم ذاته ما بتتكاثر لكن لما يشوفوك انت بتهتم وانت جادي في شغلك فهم يعني ده انت زول اللي بيقدر بكره مم. يعتمد عليهم نعم. فبالسبب ده كان يعني الدنيا اولويه في كل حاجه آه في حاجه بيسالوني ويتكلموا معايا كأننا يا وفي مشكله يشتكوا على اخوك ده كده يعني كان حسسوني ان انا اخذت المسؤوليه من ما انت من ما انت, من ما انت صغير بيها. في سؤال اخير قبل ما نختم الـ 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 الحلقه موضوع الرزق ممكن انت تكلمت فيه وكمان انه يا اخي الحاجات اللي بيعملوا وبيده كله انه ده اما حمايه او يكون لزياده الرزق اذا كان في البهايم هل أه ابوه كان بيؤمن ان الرزق ده ما من ربنا يعني ولا ده كان الارتباط ده موجود اصلا هو الرزق ده بالنسبه لمبدا بتاعه هو ما بيجي من ربنا من غير ما تعمل حاجه م. لكن عشان يجيك الرزق لازم تكون انت عامل حاجه يعني مثلا نايل رضا بتاعت الشيخ كاتب مهاي عن الرزق وعندك حجاب بتاعت الرزق وكده الرزق هي... هيكون معك وهيكون في البيت م. لكن من غير كده الرزق ما هيجيك لوحده لانه في ناس كثيره اي زول داير رزق فالموضوع ما موضوع انت تنتظر يجيك وما موضوع عشان ربنا هو بيدي الرزق لا هو بيدي الرزق لما تعمل حاجه نعم. يعني هو عندهم ربنا ما بيدي بس من غير ما تعمل عشان كده هم دايرين يعملوا يرضوا الشيوخ ويعملوا الـ الـ الشغل الخاص اللي عنده الدينيه ده عشان الرزق بيتربى ربنا يجي. إحنا آه نحن حنواصل في الحلقه القادمه بخصوص الموضوع ده. اعزائي آه المشاهدين آه اذا في اي استفسار واذا في اي آه اسئله من فضلكم راسلونا آه عبر الوسائل اللي بيظهر عندكم على الشاشه اذا عندكم اي استفسار اذا عندكم اي سؤال للمطران حسن ونحن هنستمر وناخد هذه السلسله من حياته والجاي أكثر نحن في بدايات وزي ما انا قلت في الحلقه اللي فات انه الزول اللي ما بيقدر يتابع الحلقات بشكل منتظم ما حيقدر يوصل لنتيجه، نحن وضعنا الحاجه ده على اساس انه انت تتابع حياه الاسقف حسن عثمان جيمس بطريقه متسلسله، واذا عندك اي استفسار من فضلك راسلنا على الوسائل اللي بيظهر عندك على الشاشه. الى ان نتقابل مره ثانيه مع مطران حسن في الحلقه القادمه استودعكم نعمه القدير